في سباق ضد الساعة تتواصل الجولات المكوكية لوالي ولاية البياض عبر البلديات للاطلاع على نتائج عمليات التهيئة وإعادة التأهيل التي مست أغلب ابتدائيات ومتوسطات وثانويات الولاية لاستقبال التلاميذ في ظروف أفضل من العام المنصرم. تم ضمان يعني دخول مدرسي أتوقع أن يكون ناجح جداً بفضل تضافر الجهود الجميع. الانطباعات الأولية مشجعة ومتفائلة بدخول مدرسي ناجح يستلم فيه القطاع عدة هياكل جديدة تساهم في التخفيف من حدث الاكتظاظ الذي شهدته الولاية السنوات الماضية.